ذكريات العديد من الأجيال في المملكة العربية السعودية وحتى في دول عربية ثانية ارتبطت بمطعم اسمه البيك. حتى لو ما زرت السعودية في حياتك أكيد سمعت عن هذا المطعم اللي دايماً أهلنا يسولفون عنه أول ما يرجعون من الحج أو العمرة، وبالرغم أنه بسيط ومش غالي إلا أن طعمه ياخذك لعالم ثاني. أنا بدي أكله عن جد. واو صح؟ عن جد واو، لأن النكهة والخلطة السحرية ما تقدر تنساها بحياتك ولو بعد 100 سنة. وصارت عادة لأي شخص يزور السعودية أن يزور البيك أول ما ينزل من الطيارة، والأغلب يعتبر أن زيارتك للسعودية ما تكتمل إلا بعد ما تأخذ لك جولة سريعة في البيك. أخيراً وبعد طول انتظار، هنا البيك، هنا السعادة، هنا الحب. بس وراء هذه الخلطة السحرية والطعم اللذيذ معاناة حزينة تحولت إلى مسيرة نجاح ملهمة في السعودية والعالم كله، على يد الأخوين إحسان ورامي أبو غزالة، أبناء شكور أبو غزالة اللي استمروا في تحقيق حلم والدهم المهاجر من فلسطين بسبب الحرب إلى السعودية. Sharing our story with everyone. The Albeik story started 70 years ago when our founding father, he was 18 at that time, lost his home because of war. بدأ حلم شكور أبو غزالة قبل 40 سنة من مستودع صغير بمدينة جدة في عام 1974، وكان هدفه يأسس مطعم مختلف عن بقية المطاعم الموجودة في السعودية. ولهذا السبب قرر يسافر وياخذ وكالة شركة فرنسية روش متخصصة بالوجبات السريعة، بس بمشيئة الله أن توفى شكور بعد سنتين من إطلاق المشروع الصغير، مما سبب أزمة مالية في المؤسسة اللي يملكها وسحب رخصة الوكالة الفرنسية بعد حالة الإفلاس. ومن هنا كانت بداية قرار عياله إحسان ورامي لينقذون حلم والدهم. أصبح بالنسبة لهم إكمال مسيرة والدهم هدف وتحدي في هذه الحياة، ووضعوا شهادتهم الجامعية على جنب وراحوا واشتغلوا في المطعم. وبالرغم من أن ما عندهم أي خبرة في إدارة المطاعم، إلا أن تحقيق حلم والدهم أصبح بالنسبة لهم هدف وتحدي في هذه الحياة. وبعد جهد ومثابرة وصبر 3 سنوات استطاع الأخوين في عام 1984 ابتكار خلطة دجاج سحرية تميزت عن كل الخلطات العالمية، ومن وقتها صار البيك من المطاعم الأكثر تميزاً اللي ما حد يقدر ينافسه لا في الجودة ولا في الطعم ولا في الأسعار. وحصل أحد فروع مطاعم البيك بمنطقة مكة المكرمة في عام 2006 على المركز الأول عالمياً كأكبر مطاعم وجبات سريعة في العالم، ويوصل عدد مبيعات البيك في موسم الحج إلى أكثر من 130 ألف وجبة. وهاي كانت أخبار تستاهل نشاركها.